إذن عاد إلينا أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. أستاذ طارق، تحياتي لحضرتك ولكل المسلمين. تحياتي لحضرتك. يعني نتحدث عن أطفال يحرمون من طفولتهم، يعني أطفال يعملون في سن صغيرة، أطفال يعني ربما يحرمون من أقل مبادئ الحياة وهو التعليم. البعض ربما يلجأ إلى يعني الخيام للتعلم، ولكن البعض الآخر لا يجد سبيلا سوى العمل من أجل لقمة العيش. كيف ترى هذا الوضع المأساوي الذي يدفع ثمنه الأطفال بالتأكيد؟ وضع مأساوي بالفعل. وهذا يعني الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي وذلك المجتمع الغربي الدولي يعني يضعون أصابعهم في آذانهم، يعني يستخشون ثيابهم ويصرون ويستكبرون استكبارا ولا يلتفتون إلى هذا حتى السياق الإنساني. يعني لا نتحدث عن تفعيل القرارات الدولية ولا نتحدث عن المرجعية السياسية العالمية، ولكن حتى هذا السياق الحد الأدنى من السياق الإنساني الذي بيؤكد أن ما زالت الإنسانية لها تلك القيم وهذه المثل، حتى هذا الأمر البسيط الحد الأدنى لا يتم مراعاته على الإطلاق. أتصور أن هذا فيه نقد للعهود الدولية، للمواثيق الدولية، لكل تلك الصيغ التي تكون مصادر القانون الدولي العام وتحكم وتكون ضابطة وحاكمة لسلوك الدول، سلوكها في حالات السلم وسلوكها في حالات الحرب وفي حالات العدوان وفي حالات التعدي. أيضا هناك ضوابط وهناك قواعد يلزم مراعاتها، لكن نجد أنهم يقطعون ما أمرت به هذه الشرائع والتشريعات الدولية والعالمية. هذا إفساد الأرض، هذا تعريض للسلم العالمي للانهيار. يعني أتصور أن في ذلك المراوغة فيه يعني يحاولون أن يلبسوا الحق بالباطل ويكتمون الحق. ليه؟ لأنه بعض المحللين السياسيين والمراقبين يعني يشبهون حماس كفصيل بيتصدى لذلك الاحتلال الإسرائيلي وذلك الطرف الإسرائيلي بأنهم كالنازي، وأنه يلزم تفكيك معسكراتهم وبنيتهم التحتية العسكرية كما تم تفكيك النازي. هذه مغالطات وتدليس. كيف يمكن تشبيه جماعات المقاومة بحركات إرهابية؟ لأنه هذه جماعات مقاومة. المشكلة ليست في حماس ولا في الجهاد ولا في فتح، المشكلة في فلسطين. كل فلسطيني هو مقاوم. هذا احتلال، هذا جور واعتداء، هذا استيطان واستعمار، ولا بد أن يجاب بالمقاومة. إذن هم يعني يدلسون فارق كبير ما بين جماعات إرهابية وما بين حركات مقاومة وما بين شعب مقاوم. كلهم مقاومون. أي فلسطيني هو مقاوم. لا يمكن أبدا أن نكسر إرادة المقاومة. بالتأكيد، يعني الشعب الفلسطيني أعطى دروسا كبيرة في فكرة الدفاع عن الأرض وأيضا البقاء فيها لآخر نفس والدفاع عن أرضه. يعني ومع ذلك يعني سعي دائم وحثيث من يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع نطاق استفزازاتها للمدنيين. يعني نتحدث عن منع دخول الأدوية، منع دخول الطعام، يعني سياسة تجويع، يعني مياه لا توجد، يعني لا توجد أي شيء خاص ب يعني الحياة يدخل إلى قطاع غزة. كيف تفسر ذلك وتحمل بالتأكيد؟ يعني كلنا نعول على يعني قدرة الشعب الفلسطيني على التحمل، ولكن أيضا يعني هذا يعني التحرك الدائم من قبل قوات الاحتلال ضد كل ما هو يؤسس لحياة للفلسطينيين هو أيضا قائم. كيف تفسر ذلك؟ يعني هذا الاستمرار العدوان يدل على عدم وجود يعني هذه الإرادة في عودة الاستقرار، يدل على ذلك اليأس من ذلك الوضع وأنه الأرض غير مستقرة حتى سياسيا تحت نتنياهو هذه الحكومة المتطرفة، وأن خيبة الأمل تلاحقه وتصور أنه في نشوة النصر. هو مستمر في ذلك القتل،
هو مستمر في ذلك التدمير بشكل روتيني وطبيعي، أصبح بطريقة ميكانيكية كل يوم كل ساعة تزيد أعداد الشهداء، أعداد القتلى، المسردين، الجرحى، كل ذلك أصبح يتم بشكل روتيني ميكانيكي ساعة بساعة. أتصور أن هذا الوضع الكارثي الذي لا إنسانية فيه، لا رحمة فيه، حتى لقد طلب منهم البعض، بعض القيادات طلبت أن يترفقوا بالفلسطينيين كما يعني يترفقون بالحيوان، يعني طلب منهم كده، ولكنهم أيضا يأبون ويستمرون في القتل وفي تخريب. يعني إذا كان هو نتنياهو نفسه لا يستمع لكل الأصوات المتصاعدة من الداخل الإسرائيلي بشأن مسألة المحتجزين ويعني استمراره في هذه الحرب، يعني أنه لا يهتم أصلا للإسرائيليين أنفسهم، كيف تفسر هذه السياسة ويعني تعامل نتنياهو مع ملف الرهائن والمحتجزين؟ يعني هذا التعامل الذي فيه هذا الجنون وذلك الإرهاب، هو يمارس الإرهاب نتنياهو، إرهاب هذه الحكومة، حكومة إرهابية لأنها لا تأبه لا للداخل ولا للخارج. وبعد كل تلك يعني البينات وكل تلك الأدلة وتلك المناشدات، حتى إيمانويل ماكرون قال أن هذه الأهداف غير قابلة للتحقق، أنه حتى في تصريحات الأمريكي بغض النظر عن ممارساته وأفعاله وعدم ممارساته ضغوطا حقيقية، ولكنه لا ينتبه، وكما تفضلت بالفعل في الداخل الإسرائيلي لا يلتفت إلى كل تلك الأصوات. تتصور أن هذا الإرهاب هو يعني لا عقل له، هو لا يأبه بكل تلك كل تلك السياقات المنطقية. وتصور أن يعني أنه عندما يبدل نتنياهو يعني قولا غير الذي قيل له، ويريد استمرار هذا الظلم وهذاك الاستئات، لا بد أن تكون هناك مقاومة. وحتى لنفترض جدلا أن تم كسر إرادة فصيل، ستظهر وتم خلق واستيلاد فصائل وجماعات لأنه استيطان وأمام واحتلال واستعمار، ولا بد أن يجاب بهذه المقاومة المشروعة. أتصور إنه يعني الإسرائيلي يعني الإسرائيليون ظلموا أنفسهم باتخاذهم هذه الحكومة المتطرفة قيادة لهم، لأنها بتتمادى في هذا الغي، تتمادى في هذا العدوان، وهو عدوان وحرب إبادة لا طائل من ورائها إلا نظر بطور الخراب واليأس فيه. نعم، من يضغط إذن على نتنياهو في هذه الحالة؟ يعني إذا كان الإسرائيلي نفسه لا يضغط عليه، وأيضا المجتمع الدولي وحتى الجانب الأمريكي، ويعني هذه الورقة التي تم التوصل إليها بشأن مفاوضات كانت جارية ما بين مصر وبالتأكيد وقطر والولايات المتحدة مع جانبي الصراع، وبالتأكيد أيضا نتحدث عن العقوبات التي ربما يعني والأحكام التي ربما تصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الإبادة التي يرتكبها نتنياهو. كل هذه الأصوات وكل هذه المناشدات وكل هذه يعني النصائح يعني إيقاف هذه الحرب وإراقة دماء الأبرياء، من يقول لنتنياهو كفى؟ يعني الذي يستطيع أن يضغط على نتنياهو ويقول له كفى، وما يعني لا يملك نتنياهو إلا الامتثال لهذا الأمر، هي الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت تمتلك كل أوراق اللعبة. أتصور أنه لو توقفت قليلا عن إمداده بهذه الترسانات والأسلحة والذخائر لارتدع نتنياهو، لكنه رغم هذه التصريحات التي تصدر من قبل الإدارة الأمريكية ويبدون فيها استياء وامتعاضا من نتنياهو، إلا أن تدفقات السلاح والدعم اللوجستي والدعم الإعلامي والدعم السياسي وكل صنوف المؤازرة توجه إلى نتنياهو. إذن لو كان هناك إرادة حقيقية في الولايات المتحدة لمارست هذا الضغط على نتنياهو، ولم تسل نتنياهو على الخوف. وأتصور أنه يعني دور الدولة المصرية الواضح والراسخ والمبدئي والواقف مع بجانب هذا الصمود الفلسطيني إحقاقا لعودة هذه الحقوق الشرعية للفلسطينيين، يعني يتطلب مزيد من الدعم من كل الأشقاء. ويعني كما قالت تركيا، يعني إن مصر هي الجبهة الأمامية ويلزم ألا تترك وحدها بمفردها، لا يلزم أن تتخذ
يعني كل سياسات وكل القرارات لا بد أن توجه إلى دعم الدولة المصرية ودعم هذا الصمود الفلسطيني. وأتصور أنه في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية يعني قيل أنه لا بد من دعم كل خطوات الدولة المصرية، ولكن لا يكفي هذه التصريحات وهذه القرارات، ولكن لابد أن تجود هناك تأكيد. الدور المصري دكتور طارق له تأثير كبير والكل يعترف بذلك، وإشادات كبيرة من منظمات المجتمع الدولي بالدور المصري في هذه القضية منذ اندلاعها حتى سياسيا وإنسانيا. ولكن ما المطلوب الآن أيضا يعني من المجتمع الدولي؟ يعني ربما السيد رئيس عبد الفتاح السيسي يعني دائما ما كان يناشد بضرورة يعني أن يتخذ المجتمع الدولي أيضا يعني موقفا صارما مع هذا العدوان. يعني الدور المصري مهم، ولكن أيضا التحرك الدولي مهم. يعني بالفعل يعني لا طالما أكد الرئيس السيسي وناشد في أكثر من مناسبة وأكثر من محفل ضرورة أن يطلع ذلك المجتمع الدولي بمسؤولياته، وعدم اطلاعه سيسبب مزيد من الاضطرابات والفوضى وموجات العنف والعنف المضاد. تصور أن مصر هي دولة في 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 هذا السياق بتتخذ كل ما في الطاقة وكل ما في الوسع لحفظ استقرار هذه المنطقة. مصر وقيادة وحكومة وشعبا والدبلوماسية المصرية هي العصا التي يتوكأ عليها الأشقاء دائما شعوبا وحكومات. فتصور هذه العصا القوية غير القابلة للكسر أو التشظي هي التي ضربت الإرهاب، هي التي هشت غنم التطرف، وللكل فيها له فيها يعني مآرب أخرى. وأتصور أن يعني نتنياهو بهذا السلوك الذي فيه ذلك التطرف والإجرام يسرف على نفسه ويسرف على شعبه ويهدد الدولة الإسرائيلية، وهذا ليس كلامي وإنما كلام قيادات الداخل الإسرائيلي، لأنه ينتهك كل ما هو سياسي وقانوني وأخلاقي وحضاري. وكما يعني أكدت في البداية وذكرت أن يعني هذه السياسات وهذا التجويع وهذا القتل للأطفال وهذه المآسي وهذه المجازر تؤكد أن يعني نتنياهو إرهابي بدرجة رئيس حكومة، هو قاتل الشيخ المسن، هو قاتل الطفل الذي لم يبلغ الحلم، هو قاتل المرأة التي لا طالما بيردد الغرب ويعوي لإعطائها حقوقها فلا تجد المرأة الفلسطينية إلا الموت بالطائرات والقاذفات والتجويع. صحيح. وكل البشاعات وكل الفظاعات التي لا علاقة لها ولا بقانون ولا حتى بإنسانية أو بتحضر. صحيح. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية على وجودك معي يا فندم.